اولا كنشكر القناه ديالكم على المجهودات اللي كتقوم بها من اجل تنوير الراي العام على كل ما يروج في الساحه الفنيه او الساحه الثقافيه او السياسيه او الاجتماعيه، فشكرا جزيلا لسات تي في على هذا المجهود الكبير. اما فيما يخصني فالاسم محمد عنقاوي، مدير الفرقه فرقه مسرح الزهور من مدينه المحمديه. هذه الفرقه عندها واحد العمل اللي هو جديد واللي غادي يتقدم بمسرح محمد الخامس يوم الجمعه 6 غشت على الساعه 7 مساء بمسرح محمد الخامس بالرباط، والتذاكر راهم كتباع من الان بشباك المسرح. المسرحيه مسرحيه العيشوريات، مسرحيه كوميديا باللسان الدارج، تاليف الدكتور ابراهيم الهنائي، اخراج الاستاذ عبد اللطيف الدشراوي رئيس الفرقه الوطنيه لمسرح محمد الخامس مع سي محمد الجم ونزهر الركراكي ومجاورهم، هو اللي مدير اخراج هذا العمل. اما العمل فالفكره ديالو المحوريه مخوضه عن برلمان النساء، برلمان النساء لأريستوفان. هاد النساء هادو ديال البرلمان ديال النساء ديال أريستوفان داروا واحد القالب للرجال، او نقولوا واحد خدعه للرجال باش يحيدوهم البرلمان ويعمروا بلاصتهم بالنساء. هذا هي الفكره المحوريه. لكن بالنسبه لمسرحيه العيشوريات، الكاتب ديالنا بقى كيقلب التراث المغربي الاصيل حتى لقى واحد الاغنيه اللي عليها تبنات المسرحيه، وهي كتكون يرفع عيشوره، هذه عيشوره لالا ما عليناش الحكام، عيد الميلود يحكموا فيه الرجال. اذا هاد النساء بغاو يتولوا الحكم ولو عن طريق الضحك او عن طريق الفكاهه او عن طريق البسط، يعني باش تكون المسرحيه هزليه في الدرجه الاولى، او الحكم داك الحكم عن صعيد بيوتهن او صعيد حيهم. هذا هي الفكره المحوريه ديال العيشوريات، بينما فيها واحد المجموعه ديال النساء اللي هما خريجات المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.